السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو وصفه الكارانتيكا اللي تجيب الحمص مطحون بطريقه سهله بلا ما نخلوها تريح بلا ما نزيدو لها لا لوفير شيميك. هاد الكارانتيكا تجي بنينه بزاف، تجي كيما تاع برا، القوام تاعها يجي كريمي، ما تجيش فيها هذيك الطبقه الخشينه تاع الحمص. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. اول حاجه نبدا بها هي لو بلا. هنا نستعمل بلا تكون تاع حديد، ما نستعملوش تاع الزداج بيسك غادي يطرطق من بعد. ندخلوا لو بلا تاعنا كيما راكم تشوفوا خاوي للفوق ونخليه يحمى مليح. بالنسبه للمقادير غادي ندير ان بول تاع حمص مطحون، نزيد عليه الملح، انا استعملت لو بول تاع لا سوب، نزيد عليه 3 ميزور تاع ما العبر اللي كيت به الحمص، نص كيلة تاع حليب، ونزيد عليه ربع كيلة تاع زيت. نطحن مليح المكونات مع بعض. هنا نستعملو لوبغا ميكسور من الأحسن باش ما يتكونوليش هادوك لي غرومو الحبيبات تاع الحمص. في هاد المرحلة نزيد عليه حبة بيض كاملة ونخلط هنا غير بالفوي. وهنايا جبت لو بلا اللي كنت خليته يحمى في الفوق، غادي ندهنه بشويه زيت، ندهن مليح الاطراف حتى للفوق. كي تكونوا تدهنوا فيه سيو باش تدهنوه بالخف باش ما تخلوش لو بلا تاعكم يبرد، يقعد توجور محافظ على هذيك الحراره تاعو. نفرغ الخليط تاع الكارانتيكا فيه. لو فوق كيما قلت لكم كنت ديجا شعلته على 240 درجه. نحط لو بلا تاعي يطيب، نحطه كاع من تحت حتى يطيب لي ويتحمر من تحت، نطلعه الفوق ونشعله باش يتحمر مليح من الفوق. وفي هذه الطريقه راني درت لو بلا تاعي خاوي في الفوق يحمى باش كي نحط فيه الخليط تاع الكارنتيكا وندخله للفوق يبدا يغلي مباشره، ما يخليلاش هذاك الوقت باش الحمص يهود لتحت وما تكونليش هذيك الطبقه الخشينه. وهنا بعد ما طابت الكارنتيكا وتحمرت بيان نخليها تريح 10 دقائق باش تشد روحها، ومن بعد عاد نقسمها. كما راكم تشوفوا القوام تاعها يجي كريمي، ما تجيش فيها هذيك الطبقه الخشينه اللي ما نبغوهاش، ومام لو كو تاعها تجي بنينه بزاف، تجي كيما تاع برا. نزيدوا معاها شويه كمون وشويه هريسه. وهذه هي لا غوسيت تاع اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وما عليا نقول لكم تهلاو في رواحكم ونتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.